عسلم عسلم سبا الحمد لله عايشك. قلت لي باش نحكي على العنصرية. لا باش نحكي على العنصرية وعلى الجهويات وعلى جندوبة. وعلى جندوبة بالتحديد جندوبة خاطر برشا تنمر وبرشا عنصرية وبرشا حكيت ما تجيش فهمت. هاو كيما ها واي مش هاو هاو يعني كيفاش حتى واي لماذا فهمت بيه خل نفسر لك. نحب نعرف شنية الفرق مضحكنيش حب نعرف اسكتي لحظه ما نجمش الدروع حب نعرف شنو هي الفرق بين انا وبين نايا فهمت شنو الفرق اقعد والا اقعد ولا قوم ولا قوم فهمت حب نعرف شنو هي الفرق فما عبيد اخويا فما عبيد مثال تحكي بنايا كيفي نايا نحكي بنايا فهمت كيفي ونحكي نايا ما نقولش انا فهمت علاش ساعات كي باش نقعد بحذا عباد فهمت يبدو ندرى كيفاش يتصرفوا او يحكي بنايا او ما ندرى كيفاش هاو جبري هاو جاي من ورا البلايك هاو ما عارف شنيا حسوني هما ما عارفش وين يسكنوا في لندن ولا السفاره منين فهمت باللي نحب نقدم لهم حكايه اللي راه حكيت هذه راه ما تجيش اي اول حاجه راه حرام فهمت وثاني حاجه رانا كلنا توانسه فهمت ما نجموش نبدلوا عيشتنا فهمت كيف الحاسيلو بيهلا خل فهمك حاجه علاش الحكايات هذه تصير فهمت انا نحب نعرف علاش الحكايات هذه تصير هذه الشعب خلقها بينات بعضه إيه ما خلقها حتى حد فماش قانون ولا دستور ينفي جماعه خلينا نكملك ما فماش لا قانون لا دستور ولا لا حاجه تنفي ولا قواعد تنفي جماعه نايا وانا واني والكل وانا معناها هذايا الكل موجود في تونس انت اليوم تقول نايا انا نقول انا ولا نقول اني مانيش نحكي على عباد الكل نحكي على معناها مجموعه فهم كيف فما عباد ندرى كيفاش تتصرف اللي يعرضك يهنتلك على حكايه ندرى كيفاش حتى كي باش تقول حتى تبدا تدور في الشارع باش تقول كلمه ساعات تحشم فهمت صحيح باش تقول اقعد ولا باش تقول قوم ولا ارقد تقعد فهمت كي تقولهم ساعات فما عباد تضحك عليك علاش فسر لي علاش تضحك عليك ولا الراح فما شكون يقول الراح فهمت معناها ايجا علاش تضحك عليه ولا اقدس الراح جاي هي ما سامح لي خير من يجي لنا اي صحيت فما عباد نترك فيش تتصرف تشوف رواحة حاجه كبيره فهمت اما هما نفس كيفاش نقول لك نفس العيشه في تونس فهمتني شنو نحكي لك ماذا بيا خويا تتنحى الحكاية هذيا ونقعدوا جونا بيه كلنا توانسه وكلنا نحبوا تونس فهمتيني شكون صار عليه من صحابك؟ والله عندي صاحبي جندوبي يعاني مسكين اش يعاني؟ عارف يعاني خاصة في الفيسبوك كيفاه؟ ما نعرفش المرة اللي فاتت هابطين بيبليكاسيون حاطين من هنا جهنم ومن هنا جندوبة واحد واقف هكا فهمت فعاد يمشي لجهنم ولا يمشي لجندوبة ماشي لجهنم قبل هكا فهمت كيفاه؟ علاش هبطوا فيها الحكاية هذيا؟ علاش تصير نحب نعرف ما لقيت حد يفسر لي واحد صاحبك جاب التصوير اش قال دبرم يزي يزي والله دبرم اقسم بالله يضحك هو عامله من صحابه ولا ليه العباد الكل يدي باجيت وعلى الفيسبوك وخلطت بالك فما حاجات في جندوبه يشن في نغارات ولت والله ربي العظيم جندوبي هاشتاج 23 ولايه جندوبه منحينها من الولايه اش معناها كان جندوبه مانيش عارف والله يرون نحكي باسمهم هما فهمت ني راني من الكيف مانيش من جندوبه على فكره اما مانيش نبعد على بعضنا برشا شني كيف شني جندوبه كيف 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 كلنا كله شمال الغرب كله شمال الغربي كجيبي تحيه لكجيبي صح شمال الغربي من احسن المناطق إيه يعني والله صح خفس لك حاجه الشمال كما جيت الشمال الغربي صح الشمال الغربي هو ساع لوروب لحظه لحظه هنا في العاصمه ما يعيشوش سامحني منين جاي الماء صافيه ومنين جاي الخبز السميد اللي يحكوا عليه السكر والسكر وما نعرفش الفمات منين جايين هذوما الكل جايين من الشمال وسامحني رت العنصريه شكون عملها عملها بورقيبه فهمت اللي هو ميز بين السواحليه وخلى معناها الشمال الغربي يعيش وحده فهمت كيف يعيش وحده شنو اي بالرسمي الشمال الغربي يعيش وحده مش موجودين في تونس كيف فما بلايص ما يعرفوهمش فما بالرسمي فما برشا عباد بيا المره اللي فاتت مشيت بيان علاش جماعه الشمال الغربي ديما يحبوا رواحهم يقول لك احنا اقرب للجزائر اقرب من تونس هي باش نحكيك حكايه المره اللي فاتت سالني شكون قال لي منين قلت له من كيف فهمتني قال لي منين من كيف قلت له من بلاصه اسمها الدهماني قال لي سامحني خدمه الجزائر ايش معناها؟ هي حقره هذه ولا شناي؟ بالك خاطر اقرب للجزائر اقرب اخي كما جيت الشمال الغربي
فهمت؟ راهي تونس. راني نوضح لك معناها نصفي لك في نيتو صاحبك، ما هو نيتو خايبة. ليه نيتو خامشة على الآخر مش خايبة، فهمت؟ أمرت حاب نقول حاجة، راه كما جا الشمال الغربي، راهي تونس بالرسمي ما مش تحت شيء، فهمت؟ الزراعات، الخضرة، الفلاحة. الفلاحة وكل شيء، فهمت؟ الشمال الغربي هو الأوروب. ريت الخضار اللي فيه والزينه اللي فيه وصا انظف من الشوارع وانظف من العيشه اللي لهنا، والاوروب نتاع معناها هذاك الاوروب نتاع تونس راه اللي تشوف في الاوروب وتقول لك نعيش في سويسرا في درشني نفسه تقول له من جندوب ما نعرفش يبزق عليك ولا كيف يتصرف، فهمت؟ ساعات فما عباد كي تقول له كامروني ولا ما ندريش، فما عباد ساعات كي تقول من جندوب يقول لك حاشا المحل. اي صحيت فكرتيني فيها، حاشا المحل، من جندوب حاشا المحل. ايش بيها جندوب؟ خرجت السياده وخرجت طب وخرج برشا مواضيع، فهمت؟ كيما البقعة مناول هكا الطفله جايبه 20.20 منين هذيك؟ من جندوب، فهمت؟ اعطيني واحد ينجم يعملها الحكايه ذي من تونس من هنا من العاصمه يعملها حد. خويا ماذا بيا تتنحى الحكايات هذيا، راهو نحكي باسم جندوبه ما مانيش من جندوبه، فهمت؟ اما ماذا بيا تتنحى الحكايات هذيا وتصفى القلوب وبالليك لجماعه الفيسبوك، راهي ما تجيش الحكايه تعملوا فيها والله عمرها ما جت هكاكا. فما عباد خويا تقاسي من الحكايات هذيا، اش معناها من جندوبه ما نعيشش مانيش مواطن، فهمت؟ يولي يحكي معناها يولي حتى تمشي تخدم، حتى باش تمشي تخدم راه شو باش تعمل كاستينغ ولا شو باش ما نعرفش اصلا. اي سافور فاش تخدم تقول له من جندوبه يقول لك صباح الخير عليه تخدمش، تقول له ما نعرفش ملاك من الاسمينات ما ندريش منين، اي تفضل تخدم حتى ما عندك شيء راه يخدمك بالسيف عليه. واحد معناه بطاقه تعريف فيها جندوبه فسخها بالكوركتور نكتب عليه ما عرفش شناي، شو باش تكتب عليه؟ باش تكتب عليه كيف؟ هي انت عدل كيف؟ اي بالطبيعه فهمت؟ هيك هو انا قلت لك ما ذبيت نحى الحكايات هذيا وتصفى القلوب اخويا وجونا بيه كلنا توانسه وحمد لله، فهمت؟ سلم على جماعة جندوبة. سلم على جماعة جندوبة ونحكي باسمكم اخويا وربي معاكم برجولي راكم تقاسوا الحمد لله. شدا في رب. وصاحبك هذا شنو كيفاش تلقى له حل؟ ولا كتخبى هو ديجا من غاد. ولا تخبى. كيفاش باش تلقى له حل؟ ما نعرفش ما لقيتلوش حتى حل. حبيت نجيبه لهنا يحكي ما حبش يجيش وين حكيت في بلاصت. فهمت نورمال على الاخر. علاش شنو الاحساس اللي يحس فيه هو؟ كيف بدو قاعدين بحضر بعضنا من عايش بد في روح وساعات صحابي حتى يقولوا له كلمه هكا معناه يفدلكوا معاه حتى عينيه، فهمت؟ هكا الترغرغ حسوا باش يبكي ليه ما تغيظش الحكايه هذه مع انت صاحبك يعيش كيما هكا تنجمش تحكي عليه؟ صحيح تنجم تحكي عليه. اي فوالا علاش قلت لك ماذا بيت نحى الحكايه؟ احترموا رواحكم بالرسمي والله بالرسمي احترموا رواحكم الناس الكل، ورانا 24 ولاية وعلى القريب باش نوليو 25. والله على القريب نوليو 25 نورمال على الاخر. جربة باش تولي واحد. اي حتى جندوبة نورمال قربوها لتونس. قربوها شوي فهمت؟ أو نجبدوها كل مع بعضنا ونجيبوهم يعيشوا لهنا. اي. هكاك باش العباد الكل تتهان. والله فكرة باهية هذه عجبتني واحد من الناس. هكا هاو. تحية لأهالي جندوبة وأهالي الشمال الغربي ككل. حاب نقدم تحية بجاه ربي. تفضل. تحية أهالي جندوبة واحد واحد. واللي يحكوا بنا. مش بقينا فهمتيني هذوكم تحيه لهم على الاخر راهم يخدموا ويفيقوا من الخمسه نتاع الصباح مش تاع الصباح خاطر نحكي بلغتهم هما ما الثلاثه نتاع الصباح ما الثلاثه نتاع الصباح والساعتين وفهمت كيف ويمشوا ويجمعوا الزيتون حتى نسيهم يجمعوا ريت تلقى مرا اقسم بالله والله ربي العظيم بالفراجل تعرف راه تلقاها تخدم من الساعتين ما الثلاثه فهمت للعشيه تنحي في الزيتون وتنحي في الطماطم وفي الفلفل فهمت وبعد يجي واحد لهنا سفور عليه يا بتشري دبشتين ب 2000 وب 3000 يجي يحكي عليها بالخايب فهمت هاي هي خير منك يجي فيها بذريعه مش انت تمشي تسرق ولا تبراكي ولا تنطر فهمت بعد جي تحكي على جنيات ولا تحكي على الكافيه ولا اسفوار فهمت كيف خويا ما ثبيت تنحى الحكايه هذيا ورانا كنا توانسه وكنا نحبوا تونس وكهو تحيه تونس تحيه تونس وتحيه الكيف ميرسي يعطيك الصحه